جديده سعد مجرد ما بيش مزيان بيش وصافي حاجه بيضاء ايوا ما شفتوش هو ما تصنتش ليه لا ديسك سعد مجرب زوين بزاف ومحبوب عند الناس كاملين يعني اغاني ديالو زوينه بزاف وتعجبني اصلا اغاني ديالو ديما تنتصنت لهم خويا داك الاغنيه ديال حاتم ادار ما عجبونيش الكلمات فما ما كاينش شي موضوع فهمتي ديك اح 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 ما كلمات ماشي حتى ليه ما اغنيه ماشي ديال سعد مجرد ديال سعد مجرد المهم نقدر نقولو حسن حسن المهم كاين الريتم كاين اصلا هو معروف فهمتي هو مشهور المهم عجبني واحد على الاخر باش نقول لك فسعد مجرد فنان كبير والفيديو كليب حقق واحد نسبه مشاهده كبيره في ظرف ديال يومين وكنتمنوا ليه التوفيق اما بالنسبه لحاشم ادار انا الفيديو مشوش ولكن كتجيني ناقصه واحد شويه فنان كبير في فيديو كليب في هذه الحاله ما فانا مش الفيديو كليب باش نحكم عليه ولكن ما على ما سمعتش انايا هذا الشيء ما خصوش يكون صح من الناس اللي كيحبوا سعيد المجرد انا كنموت على سعيد المجرد وكنبغي بزاف وعلى سلامتو بانه في المغرب والفيديو كليب ديالو الصراحه راه زوين بزاف 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 وانا كنقول لكم بانني كنموت على سعيد المجرد بزاف 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 الادار الفيديو الاخر كما كنظن انا ما شفتش الفيديو ولكن الناس اللي تيقولوا بان دار واحد هذا الفيديو يعني تخدا في سمعه خايبه لحق دخلوا مع نيبا وكما تيقولوا الناس ودخلوا مع حتى هذاك الدوما يعني ما عندوش يعني شي حاجه مفيده لهاد مثلا في الفيديو فيديو كليب سعد مجرد تبارك الله عليه مزيان في مستوى يعني فيديو يعني ديال هاد الجينيراسيون الناس اللي كتفرجوا يعني تبارك الله عليه الصوت ولا الصوره ولا اي حاجه حتى المساله فني يعني فنان تبارك الله عليه تيم اداره مهم خدمه بزاف فهمتي كيجيبوا بنادم رخيص الناس الخاص اللي غادي يمثلوا معاهم داك الشيء خدمه بزاف داك الشيء كاش كطلع سعد مجرد شويه دماغه عامر فهمتي كولتيفي في اللاغ وداك الشيء الوغ داك الشيء شنو دار و تبارك الله كيف قلت لك خرج وبان لي شويه ولا مان ليا مرجل سعد المجرد انا ما تصنتش ليه ما نكذبش عليك ولكن انا كيعجبني سعد المجرد غير يختار الكلمات هو يختار التراث المغربي دابا حنا كنهضروا على التراث غيبغي يغني المغني يختار التراث المغربي حيت حنا مغاربه وكنموتوا على المغرب بغينا المغرب يزيد لقدام بالاغاني بكل شيء بالنسبه لحاتم ادار حتى هو مهم حتى هو كما قلنا حتى هو مغني ولكن ما ندم يحاول يشقط الفنان بعدا يحاول يشق الطريق ديالو لراسو ما يتسناش يتسند على شي واحد اخر يدير يتشهر بواحد اخر يتشهر براسو فهمتيني ما يتسناش واحد اخر يشهرو هذا هو اللي كاين وبنادم يختار كلمات نقيين حيت دابا الناس مع العائلات ديالهم كيبغيو يتصنتوا فينا هما جيل جلاله فينا هما المشاهب فينا هما ناس الغيوان هادو هما الناس الواعرين ديال الاغاني ديال الناس اللي الناس اللي كتصنت لهم وكتصنت لهم مرتاح بحال هذا الكلام الساقط اصاحبي راه ما لا حول ولا قوه السلام عليكم